السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عنا شيء بيأكلوه مع اللحم المشوي واللي هي اللي اسمها المحمرة. أنا ما كنت أعرف سوي المحمرة، ما عارفة كيف بيسووها لأنه ما بيكلها إلا بالمطعم، إذا رحنا على مطعم وأكلنا مشوي. بس لما سألتوني عنها صار بدي أتعلمها وسويها حتى كمان نقولكم اللي أنا تعلمته. وهلا حنشوف شو اللي المكونات تاعت المحمرة. عنا جوز مهروس مفروم فرم ناعم بالفرامة تاعت اللي بنفرم، طبعا بنفرم فيها بصل وغيره. هيدول ايه كوب مفرومين جوز ومنقوعين بربع كوب زيت زيتون، وقابل للزيادة للإضافة بعد إذا احتجنا. وعنا هون كمان كعك مفروم، ربع كوب كعك مفروم، وكمان للكعك حطينا له شوية مي اللي هن ربع كوب مي. وهون عنا ربع كوب زيت زيتون، حطينا نصهم، حطينا ربع كوب هون زيت زيتون، حطينا هون شلنا كمان ربع كوب كمان إذا احتجنا لمطر. وهون عنا ربع كوب مي، استعملنا منهم ربع كوب وحطينا ربع كوب تاني للاستعمال عند الحاجة. إذا عنا كوب جوز مفروم وربع كوب كعك مفروم، وعنا ربع كوب زيت زيتون، وعنا ملعقتين طعام عصير ليمون حامض، وكمان بنحتاج إلى رشة كمون، رشة سكر، أنا حطيت سكر أسمر، ورشة ملح، وهون ملعقتين طعام دبس الرمان، ملعقتين طعام دبس الفليفلة الحرة اللي عملناها مرة، وكمان حطينا نحن معهم رشة فلفل حر حريف شطة يعني مع هيدول. هلأ الجوز ننقعه نص ساعة قبل الاستعمال، ومننقع الكعك المفروم الناعم. هلا بدنا نخلط المكونات كليتها بهالوعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك بنوسع لنستحكم نشتغل، خليهم هيدول احتياط. هلا اول شيء بنحط الجوز اللي نقعناه بالزيت لمدة نصف ساعة. هاي الجوز، بعدين بنحط السكر اللي منقوع بزيت بالمي، السكر الكعك منقوع بالمي والجوز منقوع بزيت الزيتون مع ملعقتين طعام حر الشطة الناعم. نخلطهم مع بعضهم ونضيف بقية المكونات. هلا بنضيف الحامض اول شيء، عصير ليمون حامض اللي هن قلنا ملعقتين طعام، ونضيف دبس الرمان كمان ملعقتين طعام دبس الرمان، كمان بنخلط. هلا بنحط رشة الكمون، هي رشة الكمون، رشة الملح، هي رشة السكر، كل شيء رشة رشة، وهدول ملعقتين طعام دبس الفليفلة. دعامن هدول لأنه تعذبنا فيهم. هي هلا نخلط المكونات كلها. هلا لازم يكون شكلها ملمسها مثل اللبنه، هاي صرنا لملمس اللبنه، لاحظنا هاي ملمس اللبنه. ما تقولوا لي ذوقيها لانه حر كثير، بس يمكن نحط شوي باصبعي. بسم الله يا لطيف.
ولا طيبة كتير طيبة. ما ظهر حرها كتير يعني، يمكن إذا بدكم أنتوا بتزيدوا لها شوية حر. لا والله هلا ظهر ظهر الحر. طيب هيدي هي إذا المحمرة اللي بناكلها مع المشاوي، تطلع كتير طيبة. وإن شاء الله أنا بدي ساوي بكرة أو بعد بكرة إن شاء الله، هيدول بيكونوا جاهزين حنعملهم مشاوي بالبيت. قلنا أطيب من أكل البيت ما فيه، وأنظف منه كمان ما فيه، وللصحة كتير منيح. هيدي هي المحمرة اللي عمالة نفكر كيف بيعملوها. هلا القطنة، القطنة العملية إن شاء الله، وحنضلنا من يوم ورايح نعملها لناكلها مع المشاوي. هلا هيدي ان شاء الله تكون عجبتكم هالطريقه، وانا تعلمتها من اختراعي. ان شاء الله تكون عجبتكم وتعملوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.